السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة عالم النحل أباي، مرحبا بكم جميعا. في هذا الفيديو تشاهدون فتح هذه الخلية، خلية ضعيفة، سيتم نزع الأغطية وسنرى مع بعضنا البعض ما هو العمل الذي نقوم به أو نطبقه على هذه الخلية الضعيفة. يتم التدخين بقليل من الدخان، وتشاهدون هذا الإطار هو إطار فارغ لا يشغله النحل. سأنفض منه النحل وأنزعه مباشرة، هذا هو الإطار، إطار فارغ ممطوط جيد، إطار ممتاز ولكن لا يشغله النحل. قمت بإحضار إطار عسل مختوم بحوالي 40%، وأقوم بنزع بعض الختم على العيون لكي يستهلكه النحل أو يأكل منه النحل، وهذا طبعا داخل في تقوية النحل. سأضع هذا الإطار لهذه الخلية الضعيفة. الخلية هذه مخزون العسل لا يوجد بتاتا، يعني عندها عيون فقط فيها العسل، وباقي الإطارات فيها 3 إطارات لا يوجد عسل مخزن رغم التغذية يعني بالكاندي المكثفة، لكن النحل لم يخزن. اليوم قمت بتقويتها بوضع إطار عسل جيد مع تقديم التغذية السكرية، هي في قاعدة الصندوق عن طريق كيس البلاستيكي، تغذية قليلة، وفوق الإطارات دائما موجودة الكاندي. الآن سأقوم بالغلق على الخلية وسأرى إن شاء الله نتائج في الأيام القادمة. دمتم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. إلى اللقاء.